هناك قضية بالمعتقلين من عوائل مجرمي داعش، هذول شنو مصيرهم؟ شو راح يكون؟ طبعا الأخوة في اللجان القضائية اللي موجودين حتى كانت في مواقع العمليات صنفوا هاي خلينا نسميها تم اعتقالهم في موقع العمليات. نعم قسم من عندهم هم مشاركين بالعمليات، قسم يعني يكونون فقط انتماء، قسم يكون أصلا ما لهم علاقة، وقسم هاي حتى لقوا أطفال يعني يعني هذا اللي اصلا جاي ويا ابوه اللي هو ابوه اصلا مثلا يكون هو من ضمن عناصر داعش تم قتله في العمليات العسكريه، وظل هذا الطفل بهالشكل هذا. قسم من عندهم ذهبوا الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه باعتبار انه قاصرين وهالاتجاه هذا وعلى دور الرعايه، وقسم لا البالغين او اطفال مع امهاتهم يعني باعتبار انه الامهات بالغات، فاصلا من مبدا دائره الاصلاح انه يكون اذا كان طفل ممكن انه يرافق والدته نعم داخل السجن، خاصة قسم من عندهم أجانب مو عراقيين يعني، فرافقوا أمهاتهم داخل السجون. أيضا أقول قسم آخر من هذه الأمهات أو النساء كانت إن مطلوبات على الدعاوى يعني للمشاركة في بعض الانتهاكات الأمنية، وقسم لا فقط مجرد أنه الاحتجاز إلى حين أنه يتم تصفية وضع القانوني لهم ويتم إعادتهم يا أما إلى بلدانهم بتسليمهم إلى بلدانهم، يا أما مثلا يقضون إذا كان مطلوبين على ذمة دعوة يقضون مدة محكوميتهم بشكل أصولي.